أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم من مركز الأخبار بالتلفزيون قطر. بعد دقائق قليلة سنقدم لحضراتكم بإذن الله نشرة تفصيلية وسوف يأتي فيها. حوار التعاون الآسيوي يتبنى إعلان الدوحة ويضع تصورا جديدا للمرحلة المقبلة. هذا المساء معكم جاسم عبد العزيز، ألقاكم بعد تقرير يتناول أهم وآخر الأحداث على الساحة العالمية اليوم، فتفضلوا بالبقاء معنا. الأزمة في السودان تتعمق مع تبادل التهم وضمور حالة الثقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، فيما يواصل المعتصمون المطالبة بنقل السلطة للمدنيين. رئيس الأركان السوداني يقول إن الجيش سيظل وفيا للشعب، والاتحاد الأفريقي يطالب المجلس العسكري بتسليم الحكم خلال 60 يوما، ويعرب عن استيائه لعدم الالتزام بمهلته السابقة. رئيس الأركان الجزائري يؤكد أن الحوار البناء وتحقيق التوافق حول الحلول المتاحة هو المنهج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في بلاده. طرابلس بعد سيطرتها على محاور بين منطقة السبيعة وسوق الخميس وارتفاع ضحايا الاشتباكات منذ بدء هجوم قوات حفتر إلى 345 قتيلاً. المعارك تشتد بين الحوثيين وقوات موالية لحكومة اليمن للسيطرة على جبل المشمر الذي يعد استراتيجيا كونه يطل على منطقة تورصة بالأزارق والمسيمير بمحافظة لحج. صاحب السمو أمير دولة الكويت يفتتح أحد أطول الجسور البحرية في العالم، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي يعد من أبرز المشاريع العملاقة في الكويت. صدامات في باريس استبقت المسيرة النقابية السنوية في يوم العمال العالمي، ودارت المواجهات بين الشرطة وناشطين انضموا إلى محتجي السترة الصفراء. وزير الخارجية الأمريكي يقول إن بلاده على استعداد للقيام بعمل عسكري لوقف الاضطرابات في فنزويلا، مشيرا إلى أن واشنطن تفضل الانتقال السلمي للسلطة. رئيس فنزويلا يعلن فشل الانقلاب ويتهم بوغوتا وواشنطن بالوقوف وراء المحاولة. نيكولاس مادورو قال إن معظم المشاركين في التمرد تم خداعهم. الإمبراطور ناروهيتو يعتلي عرش اليابان خلفا لوالده أكيهيتو. القصر الواقع في حي تشيودا بطوكيو شهد مراسم الجلوس، فيما احتشد الجمهور في الساحة المقابلة للقصر وعلى طول الطريق الذي سلكه الموكب الإمبراطوري. تابعونا عبر حساب تلفزيون قطر على الإنستغرام. حيث لا تعرف الحياة توقفاً في عجلتها الاقتصادية، وحيث يبنى أسلوب الحياة على العمل والإنتاج، وحيث تتغير المؤشرات في كل ثانية، وحيث تنجز المشاريع في كل يوم، تزدهر الحياة بحجم العطاء لتشكل صورة لاقتصاد بناء. مع ظهور خيوط الضوء الأولى تبدأ قصة أعمال في جميع أركان الاقتصاد لتختصر المسافة نحو إنجاز بالأرقام. جلسة الأعمال تجمع لكم كل أحداث الاقتصاد القطري، من البورصة إلى مشاريع النفط والغاز وإلى الشراكات القطرية مع العالم، نرصدها ونحللها ونقف على ما ورائها.
الأخبار من قطر وهذه عناوينها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يبعث برسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية مالي تتصل بتطوير العلاقات الثنائية. الإعلان عن استضافة دولة قطر للقمة الثالثة للحوار الآسيوي في عام 2020. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يعلن أن دولة قطر ستستضيف القمة الثالثة للحوار الآسيوي في العام 2020. سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يؤكد أن دولة قطر ستظل منفتحة على الحوار لحل أزمة الحصار. وفي اليوم العالمي للعمال، دولة قطر ترسخ جهودها في احترام حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل وأنظمته. السلام عليكم. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برسالة خطية إلى فخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي تتصل بالعلاقات بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد أحمد بن عبد الرحمن السنيدي سفير دولة قطر لدى جمهورية مالي خلال استقبال فخامة رئيس جمهورية مالي له في القصر الرئاسي بالعاصمة باماكو. بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. كما بعث سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ببرقية تهنئة إلى جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش. أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في مؤتمر صحفي لدى اختتام أعمال الاجتماع الوزاري 16 للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، أكد أن إعلان الدوحة الذي تم تبنيه اليوم يحتوي على مخرجات مهمة. أود أن أشير إلى أن إعلان الدوحة الذي تم تبنيه اليوم تم في جو من التوافق التام ويحتوي على مخرجات مهمة ستكون في متناول يدكم. كما أود أن أثمن الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي على ما أبدته من تعاون ومجهود في تنظيم هذا الاجتماع والوصول إلى هذه المخرجات، وأؤكد أن دولة قطر توفي بكافة تعهداتها منذ تسلمها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي. وأعلن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر ستستضيف القمة الثالثة للحوار الآسيوي في العام 2020. نود الإشارة إلى مبادرة دولة قطر للدول الأعضاء لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، والتي لا شك من أنها ستكون أيضا وسيلة لخلق مزيد من التقارب ما بين الدول الآسيوية. كما يسرني أيضا الإعلان عن استضافة دولة قطر للقمة الثالثة للحوار الآسيوي في عام 2020. وفي ختام أود أن أشكر أكرر الشكر لجمهورية إيران الإسلامية على رئاستها ترأسها الناجح للحوار لعام 2018، ونتمنى لجمهورية تركيا التوفيق والنجاح خلال ترأس الحوار بعد تسلمها الرئاسة في شهر سبتمبر القادم. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن دولة قطر تظل منفتحة على الحوار والنقاش فيما يتصل بأزمة الحصار، معربا عن أمله أن تتحلى دول الحصار بالحكمة. هذا نزاع بيننا وبين بعض دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر، وذلك يعتبر حاجزا أمام التعاون والتواصل الإقليمي بطبيعة الحال، ولكننا نأمل ألا تسيس الدول التي فرضت الحصار مجالات ونطاقات التعاون بسبب النزاع،
وتبقى دولة قطر على موقفها، ونحن نبقى منفتحين دائما أمام جميع إمكانيات الحوار والنقاش بنية حسنة، لأن دولة قطر تدخل أي عملية حوار أو محادثات بنية حسنة مع الدول الأخرى. ولكن للأسف ما زلنا نرى السلوك نفسه من الدول التي فرضت الحصار، سلوكا مليئا بالعناد والنكران، وبالتالي نأمل أن تعود هذه الدول إلى الحكمة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري 16 لحوار التعاون الآسيوي المنعقد في الدوحة، اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بسعادة السيد محمد جواد ظريف وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. وبسعادة السيد مولود جاوش أغلو وزير خارجية الجمهورية التركية، واجتمع سعادته كذلك بسعادة السيد سراج الدين مهر الدين النائب الأول لوزير خارجية جمهورية طاجكستان، وبسعادة السيد أنوران نيازاليف صادروفيتش النائب الأول لوزير الخارجية القرغيزي، واجتمع سعادته كذلك بسعادة السيد إلهام جان نعمتوف النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وبسعادة السيد بيبوت أتمكولوف النائب الأول لوزير الخارجية بجمهورية كازاخستان، وكذا بسعادة السيد تيلاك ماريانا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، كما اجتمع بسعادة السيد دون باراموت ويناي وزير خارجية مملكة تايلاند. تم في تلك الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل دعمها وتطويرها وعدد من القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب الأمور ذات الاهتمام المشترك. من جانب آخر، أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الاجتماع الوزاري 16 للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي برئاسة دولة قطر قد أسهم في وضع تصور جديد لمرحلة جديدة من العمل المتناغم بين الدول الأعضاء. وتوجه سعادته في ختام الاجتماع بالشكر لجميع الوفود على جهودهم المقدرة لإنجاح هذا الاجتماع، مشيدا بالمداولات والمناقشات الإيجابية التي سادت جلساته وأسفرت عن تبني إعلان الدوحة 2019. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية التزام دولة قطر بالأهداف الأساسية التي قامت عليها مبادرة حوار التعاون الآسيوي، معلنا عن مبادرة دولة قطر للدول الأعضاء بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. هذا وكانت أعمال الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي برئاسة دولة قطر قد ركزت في جلساتها على التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة أن العالم يمر بمتغيرات وتطورات على الأصعدة كافة، السياسية منها والاقتصادية والمالية. تواصلت الجلسات المسائية في الاجتماع الوزاري 16 للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي، والتي أكدت في مجملها على أهمية تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة والناجمة عن النزاعات التجارية واستغلال الإمكانيات المادية والبشرية التي تزخر بها القارة الآسيوية لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب المنطقة، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الطاقة والتعليم والتكنولوجيا والسياحة والزراعة وتخفيف وطأة الفقر وغيرها. إن حوار التعاون الآسيوي يوفر فرصة مثلى للدول الأعضاء لتبادل الأفكار والخبرات والتجارب في عدد من المجالات بما يعود بالنفع على الجميع. وفي هذا الإطار أود التأكيد مرة أخرى بأهمية المحاور أو المنطلقات الستة لذلك التعاون، وبأنها توفر فرصة للدول الأعضاء لتحقيق مزيدا من الربط بما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. في السياق ذاته، أعلنت الدول المشاركة التزامها بالعمل الجماعي وتعزيز الروابط والتبادل التجاري والاستثماري والثقافي مع الدول الأعضاء لتحقيق النمو المنشود، إضافة إلى العمل على المزيد من الشراكات وضع هياكل تنظيمية، الأمر الذي يعزز من إمكانات الدول ويحدث أثرا إيجابيا يترجم الرؤية الآسيوية 2030 إلى واقع ملموس.
إن اجتماعنا اليوم يشكل فرصة مواتية لبحث وما نواجهه من تحديات والتي تتطلب جهداً جماعياً لا فردياً. اجتماع الحوار الآسيوي 16 حمل رسائل هامة أبرزها تجديد الالتزام بالعمل يداً بيد من أجل تحقيق مجتمع منفتح على الآخر يسعى إلى تحقيق التناغم بين أعضائه في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. هذا وكانت من جهة أخرى المعذرة أكد المشاركون في أعمال الاجتماع الوزاري في الجلسات الأولى لحوار التعاون الآسيوي أهمية زيادة التعاون الاقتصادي بين الدول في ظل الأزمات والتحديات التي تواجه القارة. بالتأكيد على ضرورة الارتقاء بالعمل المشترك ومواجهة التحديات المستقبلية باحترام الشرعية الدولية مع تقدير العلاقة بين الدول الأعضاء وفق أهداف مبادرة الحوار لا المنافع الآنية، استهل الاجتماع الوزاري أعماله مشددا على أن الإرهاب لا دين له وأن انعدام الاستقرار في أي منطقة في آسيا سيفضي حتما إلى تباطؤ معدلات النمو في المنطقة. نؤكد على سياسة دولة قطر الراسخة والمتنامية في التعاون مع كافة الدول الآسيوية في شتى المجالات وتشجيع تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية، لا سيما وأن القارة الآسيوية تمتلك كافة الإمكانيات المطلوبة للدفع بعجلة التنمية من موارد بشرية وثروات اقتصادية، وهي عناصر كفيلة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي. وأشير هنا إلى منتدى رجال الأعمال الذي سيعقد على هامش هذا الاجتماع، سيكون منصة مهمة لعرض الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب المتميزة بين المستثمرين ورواد الأعمال. الملفت الحقيقة كلمة معالي وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن، الحقيقة كانت كلمة شاملة تحدث فيها عن كل الأبعاد المتصلة بهذا الحوار، الأبعاد الاقتصادية، الأبعاد التنموية، الأبعاد الثقافية، الأبعاد التعليمية. فأستطيع أن أقول بأن هذه الكلمة مثلت خارطة طريق لهذا التعاون الهام بين الدول الآسيوية. خارطة طريق شكلت أبرز محاور الجلسات، سيما بعد الإعلان عن استضافة دولة قطر لقمة حوار التعاون الآسيوي العام المقبل، فيما شهدت جلسات أخرى التأكيد على تعزيز الشراكات مع الهيئات الإقليمية والدولية ودعم الشبكة الجامعية للحوار، فضلا عن إنشاء غرفة تجارة خاصة به، بينما دعت إيران إلى الاعتراف بالمصير المشترك والحوار المتعدد الأطراف ورفض السياسات الأحادية، بينما دعت تركيا إلى الحفاظ على المكتسبات والتركيز على التنوع الثقافي والازدهار الاقتصادي. نرحب بقرار قطر استضافة اجتماعات حوار التعاون الآسيوي، ونعتقد أننا بحاجة للمزيد من الحوار خصوصا في إقليمنا، وقد اقترحنا إقامة هكذا حوار، ونعتقد بأن قطر وإيران قادرتان على الضغط لتحقيق حوار تعاون إقليمي خاص بنا. إحدى المواضيع التي ناقشناها اليوم هي التعليم، وماليزيا تفخر كونها إحدى الدول الست التي تروج وتستضيف الجامعات الآسيوية، واليوم شاركنا في تدشين المنح الدراسية للطلاب، ونأمل أن نقدم المزيد للأجيال القادمة في هذا المجال. بالنسبة لقطر، أعتقد أنها كانت مثالا يحتذى به في مجال التعليم، ومؤسسة قطر خير دليل على ذلك. تعزيز التعاون في مجال التعليم والاقتصاد ركيزتان أساسيتان في الاجتماع الشامل هذا، الذي يتطلع أيضا إلى تعاون أكثر فاعلية في المجال السياسي ومعالجة القضايا المباشرة التي تؤثر في الحياة اليومية للشعوب. بحضور سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومن منطلق تعزيز التعاون في مجال التعليم وفقا لأهداف مبادرة حوار التعاون الآسيوي، تم على هامش الاجتماع الوزاري 16 التوقيع على اتفاقية شبكة الجامعات للحوار الآسيوي بين 6 جامعات مرموقة من ماليزيا وتايلاند وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين.
اجتمع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بسعادة الدكتور محمد مليكي بن عثمان وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة للدفاع بجمهورية سنغافورة المبعوث الخاص لوزير الداخلية والقانون لاتفاقية سنغافورة للوساطة. وتم في الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة الصديقة والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل. نفذ سلاح الجو بل سلاح الحدود الأميري بالقوات المسلحة تمرينا مشتركا مع القوات التركية بدولة قطر على مدار يومين ضمن نطاق اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. يهدف التمرين إلى تدريب القادة والمرؤوسين والتعامل مع العمليات العسكرية بأنواعها ورفع كفاءتهم العملية من خلال برامج التدريب المستمرة. تتسلم دولة قطر رئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية العامة في حفل خاص يقام يوم السبت المقبل في مدينة إسطنبول التركية بحضور البروفيسور شرف آتش رئيس الجمعية العمومية للشبكة الدولية العامة ووفود رسمية للدول الأعضاء بالشبكة. ويمثل دولة قطر في هذا الحدث وفد ثقافي برئاسة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، حيث يتزامن الحدث مع الذكرى العاشرة لتأسيس معهد يونس إمرة سفير الثقافة التركية. أشادت منظمة الأمم المتحدة بالدعم الذي تقدمه دولة قطر للمكتب المعني بمكافحة المخدرات والجريمة التابع للمنظمة الدولية في فيينا. وأعرب سعادة السيد جون براندولينو مدير شؤون المعاهدات في مكتب الأمم المتحدة بفيينا المعني بالمخدرات والجريمة، أعرب عن خالص تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه دولة قطر لنشاطات المكتب، وبما يعزز التعاون الدولي للتصدي للمخاطر التي تهدد العالم جراء الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومعربا عن تطلعه للمزيد من التعاون بين الجانبين مستقبلا. جاء ذلك خلال لقاء السيد براندولينو مع السيد عبد الله بن ناصر آل فهيد القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى فيينا. وبعد قليل سيأتي في نشرتنا ما يلي. قطر للبترول تمنح عقودا لثماني منصات حفر لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال. تابعونا عبر حساب تلفزيون قطر على اليوتيوب. أهلا بحضراتكم من جديد. نظمت وزارة الداخلية حفل ختام برنامج سرايا 4 الذي ينظم للعام الرابع على التوالي. يهدف البرنامج إلى ملاحقة مخالفي القانون في الدولة بمشاركة كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية إلى جانب بعض الوزارات الأخرى. وقد تم تكريم جميع منتسبي الوزارات الحكومية الذين شاركوا في ورش العمل الخاصة، وبلغ عدد المشاركين في البرنامج 230 مشاركا من الجنسين. جميع الجهات شاركت بمفتشين منتسبين لها، اندمجنا كلنا في هذه الحملة التفتيشية المشتركة. بديناها طبعا بورشة عمل، تعرفنا على جميع القوانين التابعة للوزارات المشاركة في هذه الحملة، ولله الحمد استفدنا منها أكاديميا وأيضا ميدانيا أثناء التفتيش. قدرنا نتعرف على هذه المخالفات وكيف احنا نتعامل معها. كان الهدف من بداية الحملة هدفنا توعوي، ان احنا ننشر التوعية بالقوانين التابعة على الوزارات ونتعرف على هذه، من خلال تعرفنا على هذه القوانين أثناء ورشة العمل. بمناسبة اليوم العالمي للعمال، نظمت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية احتفالية للعمال في نادي قطر الرياضي بحضور عدد كبير من العمال،
وذلك للمساهمة في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال وأنظمة العمل عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من الجهات الحكومية والخاصة. يأتي اليوم العالمي للعمال في ظل إشادة دولية واسعة بما حققته قطر في مجال رعاية حقوق العمال، حيث أصبحت نموذجا يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير في حماية هذه الحقوق، استنادا إلى سلسلة تشريعات وقوانين صدرت في هذا المجال. أشيد بجهود دولة قطر في رعاية حقوق العمال، فقد أجرت قطر إصلاحات طموحة في مجال سوق العمل هي الأولى من نوعها في المنطقة. العمال عنصر مهم في الدولة، والعمال هم اللي أنشأوا هذه الدولة بدعم من الدولة، فالحمد لله رب العالمين. يعني احنا قاعدين نحاول ان ندعم الطرفين، اصحاب العمال والعمال. الاحتفال شهد عدة فقرات توعوية قدمتها مؤسسات ذات صلة بفئة العمال، كما تضمن استعراضا للجهود المقدمة من الدولة في تقديم الارشادات اللازمة في مجال الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل. فعالية تنمي الادراك والنصح والارشاد لدى العاملين، خصوصا احنا الايام هذه احنا ركزنا على عملية التوعية بالإجهاد الحراري لأنهم مقبلين على أشهر الصيف. في مخاطر بواجهها العمال، كيف إحنا منوعيهم ونمنعهم من الوقوع بهذه المخاطر عن طريق الإرشادات التوعوية والتربوية، وعن طريق إنه استخدام طرق سلامة معينة كأنه نلبسهم الأشياء الخاصة فيهم عند اللباس، فعشان هيك بيتعرضوا بيمنعوا وقوع أي خطر أو أي خطر أو أي إصابات بتحدث لهم. وقد تم توزيع جوائز على العمال المشاركين، إضافة إلى تكريم عدد من الموظفين المتميزين القطريين وغير القطريين. وإلى الزميل عبد الله المسلماني الذي سيتولى قراءة الأخبار الاقتصادية. مساء الخير عبد الله. مساء النور جاسم، وشكرا لك، وأهلا بكم إلى جولتنا الاقتصادية. سجلت دولة قطر فائضا في ميزانيتها العامة خلال العام الماضي يقدر بأكثر من 15 مليار ريال، مثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك بفضل قفزة حققها إجمالي الإيرادات العامة بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط عام 2018. بأرقام فاقت التوقعات وبدعم من نمو الإيرادات وتراجع النفقات العامة، وللمرة الأولى منذ العام 2016 سجلت دولة قطر فائضا في ميزانيتها العامة خلال عام 2018 يقدر بحوالي 4 مليارات و200 مليون دولار، أي بأكثر من 15 مليار ريال، مثل 22% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والبالغ أكثر من 698 مليار و900 مليون ريال. وكشف مصرف قطر المركزي في تقريره السنوي عن الموازنة أن فائض ميزانية قطر في العام الماضي تحقق بفضل قفزة إجمالي الإيرادات العامة للبلاد بنسبة أكثر من 27.3% عند 207 مليارات و920 مليون ريال، مقارنة ب 163 مليارا و270 مليون ريال عام 2017. ويرجع ارتفاع الإيرادات العامة إلى الاتفاقيات طويلة الأجل التي وقعتها شركة قطر للبترول ومشروعاتها الاستثمارية، إلى جانب صعود سعر الغاز الطبيعي والنفط في العام الماضي. كما تلقى الفائض دعما من تراجع حجم النفقات العامة بنسبة تجاوزت 5% عند 192 مليارا و840 مليون ريال، مقارنة ب 203 مليارات و270 مليون ريال عام 2017. وكانت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين قد توقعت أن تحقق موازنة قطر لعام 2018 فائضاً مالياً بقيمة 2.2 مليار ريال. وتتوقع وزارة المالية أن تحقق الموازنة العامة لدولة قطر للعام الحالي فائضاً بقيمة 4.3 مليار ريال، وذلك حسب تقديرات الموازنة التي أعلنت.
أعلنت قطر للبترول عن منح عقود لاستخدام وتشغيل 8 منصات لحفر الآبار البحرية لمشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، التي يقدر أن تكون جاهزة لبدء أنشطة الحفر اعتبارا من يناير عام 2020. هذا وقد تم منح عقود 6 منصات لشركة الخليج الدولية، فيما منح شركة نورثرن شور الأمريكية 2 لمنصتين، وذلك لمدد محددة وملزمة تتراوح ما بين 2 و4 سنوات. وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء مع شركة سيجليك قطر الفرنسية وشركة جريد سولوشن الأمريكية 2 لمشروع تطوير شبكة الاتصالات ومشروع توسعة مركز التحكم الوطني ومركز التحكم في شبكة التوزيع بقيمة إجمالية قدرها 157,600,000 ريال. وأفادت كهرباء أن توقيع عقد تطوير شبكة الاتصالات يأتي ضمن جهودها لترقية وتطوير شبكة الاتصالات في المؤسسة وربط جميع المواقع من محطات الكهرباء والمياه ومراكز التحكم بحوالي 468 موقعاً. ارتفع مؤشر بورصة قطر في رابعة جلسات الأسبوع بنحو 0.25% ليسجل 10,400 نقطة، وقد نهزت قيم تداول 190 مليون ريال، وبأحجام تداول زادت عن 12.5 مليون سهم، واقترب عدد الصفقات من 5,000 صفقة. نهاية الجولة الاقتصادية، وعودة الآن إلى جاسم وبقية النشرة. إليك جاسم. شكرا لك عبد الله. وبعد عرض الأحوال الجوية سيأتي في نشرتنا ما يلي: قطر تستضيف بطولة العالم للقفز بالمظلات في العام 2021. مرحبا بحضراتكم من جديد. رياضيا، فازت دولة قطر باستضافة بطولة العالم للقفز بالمظلات في دورتها 45 للعام 2021 تحت رعاية القوات الخاصة المشتركة. وجاء فوز الدوحة بهذه الاستضافة بعد موافقة المجلس الدولي للرياضة العسكرية سيزم على الملف القطري. يذكر أن منتخبنا الوطني للقفز المظلي يشارك سنويا في بطولة العالم العسكرية للقفز بالمظلات بتمثيل من فريق التماسك الرباعي من القوات الخاصة المشتركة، الذي حقق 5 ميداليات فضية وواحدة برونزية. في الخبر الأخير لهذه النشرة، حصد فريق السد معظم جوائز ختام الموسم في الاحتفال الذي نظمته مؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور أسرة كرة القدم القطرية والإعلام الرياضي.
سيطرة سداوية على نجومية الموسم وجوائز الأفضل في احتفالية أنيقة نظمتها مؤسسة دوري نجوم قطر والاتحاد القطري لكرة القدم وحظيت باهتمام كبير. وتوج لاعب السد والمنتخب أكرم عفيف بجائزة الأفضل هذا الموسم. الجائزة الفردية ما جات بعمل فردي، جاب عمل جماعي. أحب أهن بسام أخوي بسام هشام وأن جزوالد فريرا وأهن بعد بغداد بنجاح على جائزة هداف الدوري. وحصل مدرب السد البرتغالي جوزفالدو فيريرا على جائزة أفضل مدرب، فيما نال التونسي سامي الطرابلسي مدرب سيليا على تكريم خاص نظير ما قدمه لنادي هذا الموسم، فيما نالت مدرسة اليرموك جائزة كرة القدم للجميع، في حين توجد جزائري بغداد بنجاح بجائزة منصور مفتاح لأفضل هداف هذا الموسم. نجاح ويجي بفضل المجموعة، بفضل الطاقم الفني، بفضل الطاقم الطبي، بفضل الجماهير. الحمد لله احنا الموسم اللي فات خرجنا بدون لقب، وموسم هذا الجديد كنا لازم نفوز بألقاب ولازم ندخل الموسم بقوة. اشتغلنا أكثر وتعبنا أكثر، والحمد لله الموسم هذا كان إنجاز كبير لنا. وتوج لاعب الدحيل والمنتخب الوطني بسام الراوي بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عاما، فيما فاز طاقم التحكيم المكون من عبد الرحمن الجاسم وطالب سالم المري وسعود أحمد بجائزة أفضل طاقم تحكيم في هذا الموسم. الموسم كان رائع، موسم استثنائي، جاء بفوز منتخب قطر بكأس آسيا وتألق المنتخب القطري. شيء طبيعي أن في نهاية الموسم يكون هناك تتويج، وأظن كل لاعبين اللي فازوا بهذه الجوائز يستحقونها. موسم كان صعب طبعا شاق، والحمد لله رب العالمين على جهود الحكام اللي بذلوها وتألق الحكام بصراحة على أعلى مستوى، وخصوصا في الفترة الأخيرة تطبيق تقنية الفيديو، والحمد لله رب العالمين على الإنجاز هذا. الحكام طبعا كلهم على موسم متميز صراحة، الحكام القطريين بشكل عام. هي فرحة كبيرة عاشتها أسرة كرة القدم القطرية في حفل التتويج الختامي، مع تمنيات بمواسم مليئة بالإنجازات في مقبل المناسبات. ومن جديد إلى العلوي، حضرة صاحب السمو الأمير المفدى بعث برسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية مالي اتصلت بتطوير العلاقات الثنائية. الإعلان عن استضافة دولة قطر للقمة الثالثة للحوار الآسيوي في عام 2020. سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أعلن أن دولة قطر ستستضيف القمة الثالثة للحوار الآسيوي في العام 2020. سعادة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد أن دولة قطر ستظل منفتحة على الحوار لحل أزمة الحصار. وفي اليوم العالمي للعمال، دولة قطر ترسخ جهودها في احترام حقوق العاملين وتحسين ظروف العمل وأنظمته. موعدنا الإخباري التالي بعد 30 دقيقة من منتصف هذه الليلة بحول الله تعالى. إلى اللقاء.